لأحمد فتحي، أحمد فتحي، أحمد حمودي، أحمد حمودي، ثقة، تقدم، اختراق، انطلاق، لكن شوف لعبة الوداد بحرفية عالية قوي 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 بيدافعوا، لكن إصرار لعبة النادي الأهلي كبير، والفرق قادم إن شاء الله من جديد. حمودي، فرصة العرضية حمودي، لكن بعيدة يا ولد، بعيدة يا ولد، ضربة الرأس على طول من عبد العظيم غضروف، نص الملعب تاني على طول، تروح لعمرو السليم، عبد الله السعيد، بعد عن المنطقة المؤثرة، بدأ يتقدم من تاني، ترجع من جديد لعمرو السليم، مفيش مجال للتصويب، المسافة بعيدة، مش مدينك فرصة تصوت، يا جماعة دفاع بامتياز على طريقة الكاتاناتشو، أشعر كأن كونتي أو تراباتوني أو مارشيلو ليبي أو أنشيلوتي بيدربوا فريق الوداد، أشعر أن الكاتاناتشو صبغت على فريق الوداد، أي تمركز دفاعي وأي تنظيم دفاعي ثم امتطاط هجومي. وادي الفنان، الفنان أشرف بن شرقي، يا سلام يا أشرف، حط جسمه كويس، محمد جوب، محمد نجيب، خلي بالك يا محمد، خلي بالك يا محمد، برضو الولد تاني، ناحية العكسية خطيرة، احذروه، تراقبوه، تاني من جديد تحضير، ضغط قوي، الله الله، يا سلام على أحمد فتحي، خدها خدها سعد سمير، لكن أحمد فتحي هو اللي دخل بقوة عشان هذا الموقف، على طول أحمد حمودي، أحمد حمودي، واحد على واحد، ولكن إلى رمية التماس، إلى رمية التماس، مباراة بالنار، مباراة بالنار، دفاع عظيم وهجوم قوي جدا جدا جدا، هيخرج أزارو وينزل عماد متعب، ولا إيه؟ ولا إيه؟ الرقم فعلا وليد سليمان مش هيقدر، حبيبي حبيبي حبيبي، عشان كده هو ما كانش عايز يلعبه يا جماعه، احنا عمالين نقول وليد سليمان من بدري، بس انا قلت يمكن هو شايف ان وليد سليمان مش هيقدر، يمكن، لكن لقيمته دفع بيه، فعلا بيخرج وليد سليمان وينزل عماد متعب، وسبحان الله سبحان الله، رب ضاره